أفادت مصادر محلية بمقتل رجل أعمال بطريقة مروعة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. وقالت المصادر أن مسلحين اقتحموا منزل رجل الأعمال فؤاد شارب بأحد أحياء العاصمة صنعاء وأطلقوا عليه الرصاص بشكل فوري وأردوه قتيلا. وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على السيارة وأحد المتهمين، فيما لا يزال البقية هاربين والذي يعتقد بأن عددهم 2.